بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقد تكلمنا على هذه الآية في الحلقة السابقة، ونواصل الكلام على ما بعدها. قال تعالى: والله أعلم بأعدائكم. هذا إعلام منه سبحانه وتعالى بأنه لا يخفى عليه عداوة هؤلاء اليهود والنصارى للمسلمين. ويتضمن هذا أن الله جل وعلا يجازيهم ويعاقبهم على عداوتهم لأهل الحق. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، رواه البخاري وغيره. فمن عادى أهل الإيمان فإن الله جل وعلا يعلم ذلك ولا يخفى عليه، وهذا وعيد شديد لمن يعادي أهل الحق، سواء من اليهود والنصارى أو من غيرهم. والله أعلم بأعدائكم. وانظر كيف سماهم أعداء، من أجل أن نحذر منهم. فهم وإن أظهروا لنا الصداقة والتملق فإنهم أعداء لا يتحولون عن العداوة، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا تنبيه للمسلمين أن يأخذوا حذرهم من اليهود والنصارى، وأن لا يغتروا بتملقهم وإظهارهم للصداقة، فإنهم أعداء متربصون. الله أعلم بأعدائكم. ولهذا قال: وكفى بالله وليا أن يتولاكم أيها المؤمنون، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، كما قال تعالى، وكما قال سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي كفى الله سبحانه وتعالى وليا لكم، فلا يرعكم أيها المسلمون ما يهدد به الكفار وما يرغون ويزبدون من قوتهم، فإن الله أقوى منهم وأقدر عليهم. ومن تولاه الله فلا أحد يستطيع أن يؤذيه أو أن يدرك مطلوبه منه، لأن الله يحميه وينصره.
كما قال سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فهذا فيه تسلية للمسلمين وتقوية للمسلمين في أن لا يلتفتوا إلى كيد الأعداء وتهديدات الأعداء، وأن لا يلتفتوا إلى دعايات الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، وأن يثقوا بوعد الله، وأن يتولوا ربهم ويتولوا رسولهم ويتولوا المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء هم الذين. فهذا فيه الولاء والبراء، أن الإنسان يتولى أهل الإيمان ويتبرأ من أهل الكفر والطغيان. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم بين سبحانه وتعالى من هم هؤلاء الذين يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، بين من هم، فقال: من الذين هادوا، وهم اليهود. الذين هادوا هم اليهود، يقال لهم اليهود ويقال لهم الذين هادوا. وقد اختلف العلماء في وجه تسميتهم باليهود، فقيل إنه نسبة إلى يهودا ابن يعقوب، وقيل إنه مأخوذ من الهود، من قولهم: إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك وتبنا إليك، هذا في الأصل. ثم بقي هذا الاسم لهم: من الذين هادوا، أي من اليهود. ماذا يعملون؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هذا عملهم مع كتاب الله الذي أنزله إليهم. حرفوا التوراة والإنجيل، والتحريف معناه أن يجعل الكلام على حرف، على حرف، على طرف، يحرف، وهو نوعان: تحريف لللفظ بالزيادة أو النقصان، وتحريف للمعنى بتفسيره بغير ما يدل عليه. فهم يحرفون ألفاظ التوراة، كما حصل منهم لما أمرهم الله على لسان موسى عليه السلام: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا. كلمة حطة استغفار، طلب للمغفرة وحط الذنوب. فهم حرفوا اللفظ، أزادوا وقالوا حنطة، يعني حبة حنطة، حرفوها إلى الأكل، بدل أن يطلبوا المغفرة يطلبون الأكل، لأن همهم بطونهم والعياذ بالله. وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا تحريف لفظي. تحريف المعنوي أن يفسر اللفظ بغير تفسيره، كما فسروا النصوص التي تدل على صفة محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الاتباع والأمر باتباعه، فسروها بأنه ليس المراد هو هذا الرجل الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النبي الذي سيبعث ليس هو، وإنما هو من بني إسرائيل. فحرفوا بأن فسروا كلام الله بغير مراده سبحانه وتعالى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون: سمعنا وعصينا. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: سمعنا ما تقول، ولكننا نعصيك ولا نؤمن بك. وهذه مجاهرة بالكفر بعد العلم والعياذ بالله. ولذلك صار اليهود مغضوبا عليهم، لأنهم عصوا الله على بصيرة وعن علم، فاستحقوا لعنة الله. يقولون: سمعنا وعصينا. ويقولون أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم وهم يخاطبونه: راعنا. ظاهر اللفظ أنهم يريدون
بالمراعاة النظر إليهم وإمهالهم حتى يتكلموا، راعنا يعني أمهلنا، وهم يريدون الرعونة، راعنا يريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني يصفونه بالرعونة وهي السخف، هذا ما يريدون من اللفظ وهو خلاف ظاهره، وهذا تحريف للمعنى والعياذ بالله. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.